كتاب الفقه وسلوك الصف الخامس الابتدائي الترم الأول. هنبدأ إن شاء الله بالوحدة الأولى الأذان والإقامة، وحيكون عندي الدرس الأول الأذان الصفحة 10. هنبدأ إن شاء الله بفضل الأذان وحل النشاط 1 وجمل الأذان، ثم هننتقل إن شاء الله إلى تطبيق ما يزاد في الأذان الفجر، وهو الصلاة خير من النوم مكررة. ثم ننتقل إلى التقويم، ما تعريف الأذان، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ثم الدرس الثاني سنن الأذان الصفحة 14. هننتقل بعدها إلى حل النشاط 1 والنشاط 2 الصفحة 15. ثم ننتقل إلى حل النشاط 3 والمبادرة إلى المسجد بعد الأذان مع حل النشاط 4. أما التقويم راح يكون عندي الصفحة 17، وبعدها يكون عندي الدرس الثالث معاني جمل الأذان. ثم هنبدأ إن شاء الله بالصفحة 19 الجملة الثانية من جمل الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله. أما الجملة الرابعة فراح تكون حي على الصلاة. وحل التقويم الصفحة 21، لخص معاني جمل الأذان واختر الإجابة الصحيحة. ثم الدرس الرابع الإقامة، وتعريف الإقامة هو الإعلان بالقيام إلى الصلاة المفروضة، الأداب المشروع عند سماع الإقامة الصفحة 23. أما الفرق بين الأذان والإقامة راح يكون عندي في هذا الجدول إن شاء الله مع حل النشاط 1 ثم حل النشاط وحل التقويم. ما الجملة التي توجد مكررة في الإقامة ولا توجد في الأذان؟ وهي قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أما الوحدة الثانية آداب المشي إلى الصلاة وانتظارها، وحيكون عندي الدرس الأول آداب المشي إلى الصلاة الصفحة 28. ثم الأداب أو الأدب الثاني وهو الخروج إلى الصلاة مبكرا. ثم الأدب الخامس دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليجر اليسرى. حل النشاط 1 و2 الصفحة 31. ثم نبدأ بحل التقويم، ماذا يجب عليك إذا دخل وقت الصلاة؟ أما الدرس الثاني آداب انتظار الصلاة الصفحة 33. ثم فضل انتظار الصلاة وحل النشاط 1. هننتقل إلى حل التقويم، صف الأفعال الآتية آداب ومخالفات. هيكون عندي السؤال الثالث، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. أما الوحدة الثالثة مكانة الصلاة وحكمها، مكانة الصلاة وهي الركن الثاني، أثر الصلاة وحل النشاط 1 والتقويم الصفحة 39. هنتقل إلى الدرس الثاني، فرضية الصلاة الصفحة 40. هننتقل إلى حل التقويم، اختر الإجابة الصحيحة، فرض الصلاة في السماء 7. هننتقل إلى الوحدة الرابعة صفة الصلاة، هيكون عندي الدرس الأول صفة الصلاة 1. ثم أولا التكبير أو تكبيرة الإحرام، ثم القيام ونشاط أسري واختيار الصورة الصحيحة. ثم حل التقويم الصفحة 48، اذكر دعاء الاستفتاح ثم وضع صح وخطأ. صفة الصلاة 2، حل النشاط رقم 1. ثم بعدها ننتقل إلى ضع علامة صح تحت الصورة الصحيحة وخطأ تحت الصورة الغير صحيحة. أما خامسا راح يكون عندي السجود وقول الله أكبر نشاط 2 والسجدة الثانية 7. ثم حل التقويم، أربط كل فقرة في العمود ألف بما يناسبه في العمود باء. هننتقل إلى الدرس الثالث صفة الصلاة 3 والركعة الثانية، ثم عاشرا الركعة الثالثة والرابعة. هننتقل للصفحة 56، وضع علامة صح وخطأ. حل النشاط 2 و3 الصفحة 57. هننتقل إلى النشاط 4
النشاط الأسري مع التقويم الصبح 8:50، يستعيد المصلي في التشهد الأخير من 4 فما هم؟ الوحدة الخامسة سنن الصلاة ومكروهاتها، الدرس الأول سنن الصلاة الصفحة 20، طبعا الصلاة أركان وواجبات وسنن. هيكون دي ثالثا الركوع، السنة القولية والسنة الفعلية، ثم سادسا وسابعا وثامنا. أما تاسعا التشهد الأخير هيكون السنن القولية والفعلية، ثم التقويم الصفحة 64، ثم ننتقل إلى حل التقويم. تضم كل مجموعة 3 مفردات. ننتقل إلى الدرس الثاني، مكروهات الصلاة الصفحة 65. أما الصفحة 66 راح يكون عندي الخشوع في الصلاة والأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. هننتقل إن شاء الله إلى الصفحة الأخيرة، حل التقويم، الصفحة 68.